الإعلامية والمتحدثة باسم شبكة شام الإخبارية تنضم إلي من العاصمة دمشق. صباح الخير إيمان، الكلام لك لتعطينا فكرة عن مجريات الأحداث هذا الصباح في منطقة دمشق وفي ريفها أيضا، تفضلي. نعم أستاذة نجوى، صباح النور. صباح النور. تستيقظ دمشق وكالعادة على ماء العاصمة دمشق بعد أن ودعت يوم هو الأعنف من عسكري على مناطق الغوطة الشرقية، حيث استمر القصف على الأحياء الجنوبية أيضا في قلب العاصمة دمشق طوال فترة الليل، حتى بعد ارتكاب تلك المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 10 شهداء وأعداد كبيرة من الجرحى، كما جرت اشتباكات كل في ليلا في كل من مخيم اليرموك والحجر الأسود. أيه. في ظل القصف المستمر على منطقة الحجر الأسود من مطار مزدل العسكري، ايضا حدثت هناك اشتباكات في حي القابون، كما سمع ومنذ الصباح الباكر اطلاق نار كثيف في شارع بغداد، كما وجد اليوم صباحا وجود جثتين لشابين مجهولين الهويه بالقرب من حاجز عثورات راما في منطقه القابون. الطيران المروحه الان يتجه نحو الغوطه الشرقيه، وهناك تخوف ايضا من ارتكاب يعني غارات جويه جديده كالتي حدثت البارحه. الغوطه الشرقيه البارح تعرضت لاكبر حمله عسكريه واكبر غارات جويه شنتها قوات النظام على تلك المناطق، حيث شملت معظم مناطق الغوطه الشرقيه بربيله ويلدا وبيت سحم وحرستا دوما، ايضا بقيت تتعرض للقصف في الهامه من الحواجز المحيطه بها. هناك كانت حاله اقتحام، محاوله اقتحام لبلدة حران العواميل في اشتباكات باليرموك ايمان، مظبوط ام مش مؤكده؟ تمام، كانت هناك ايضا تمام اشتباكات في مخيم اليرموك بين قوات احمد جبريل وبين قوات الجيش الحر. قوات احمد جبريل هي التي بدات تسيطر في مخيم اليرموك، يعني من المتعارف عليه في مخيم اليرموك. القوى المسيطره، القوى الامنيه المسيطره في تلك المنطقه هي قوات احمد جبريل في مخيم الفلسطيني، حيث تستهدف الشباب الفلسطينيين المساندين للثوار على الارض. هناك في تلك المنطقه حدثت اشتباكات بينه وبين قوات الجيش الحر. ايضا تسمع صوت اطلاق نار كثيف في شارع بغداد منذ صباح اليوم والى هذه اللحظه. ايوه. بالنسبه طيب. للعاصمه دمشق، الوضع الانساني والطبي، الوضع الطبي جدا جدا حرج، هناك نقص مواد طبيه، هناك نقص الكوادر الطبيه، المدارس ما زالت بعض المدارس ملجا للمهجرين من تلك المناطق التي تعرض للقصف، وبعض المدارس ما زالت سكنات عسكريه في قلب العاصمه دمشق. اوكي. اذا مدارس لم تعد ماوى للتعليم وانما اصبحت لشيء اخر. شكرا جزيلا إيمان الهدى، الناشطة الإعلامية والمتحدثة باسم شبكة شام الإخبارية، كنت معي عبر الهاتف من دمشق.